اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم عينك ميزانك. في هذه الحلقه غادي نتكلموا على الدواء، غادي نتكلموا على الاعراض الجانبيه ديال الدواء، ولا بالفرنسيه لي زيفي انديزيرابل. ببساطه كناخذ الدواء كيضرني. الاعراض يمكن لها تكون بسيطه جدا، ولكن في بعض الحالات يمكن تكون خطيره وخطيره جدا. اشن الاسباب ديال هذا الشيء؟ كيفاش يمكننا نحتاطوا باستعمال الجيد ديال الدواء؟ اش كيقول الاخصائي في هذا الموضوع؟ الروبورتاج. سيروات، براوات ديال الشريب، براوات ديال الدكان، فنيد باختلاف الاشكال ديالو، هل اللي كيكشكش في الماء، هل اللي كيتشرب مباشره، وغيرها من الاشكال اللي يمكن يكون عليها الدواء. في 2013 السوق ديال الدواء في العالم دار 639 مليار اورو ديال الربح. امريكا كتجي في المرتبه الاولى ديال الدول اللي كتصنع الدواء، وحدث الانتاج في هذه البلاد عندها 38% ديال الربح من هذه 639 مليار اورو. اشنو التعريف ديال الدواء من عند الخبراء؟ الدواء هو واحد الماده كيماويه، يعني خضعت لعدة تجارب قبل ما تخرج للسوق. هاد التجارب يمكن تفوت 20 سنة عاد كيخرج دواء للسوق. هاد الدواء الهدف ديالو هو الوقاية من الأمراض، وكذلك علاج الأمراض بتقليل من حدة الألام ومن الأعراض ديال هاد المرض. كما سمعنا، اذا اكثر من 20 سنه وهذا الدواء هو في حاله اختبار، عادي يمكن يخرج ولا لا للصيدليات باش يتباع. الدواء كيسخد باش يتحارب به الامراض، ولكن يمكن ناخذ الدواء وهذا الدواء تكون عنده اعراض جانبيه، ولا بالفرنسيه لي زيفي انديزيغاب. لما يتم تصنيع الادويه يتم تجربها اولا على الحيوانات، ثم في مرحله ثانيه على الانسان، وتلاحظوا شنو هي الاعراض الجانبيه. والادويه اللي تتعطى الرخصه ديال التسويق ديال الاستعمال تكون الاعراض الجانبيه فيها ضعيفه جدا، لا تمثل. ثم حتى الاعراض الجانبيه ماشي اعراض اللي هي خطيره اللي يمكن تؤدي الى الوفاه. بالارقام، في الولايات المتحده الامريكيه مثلا، في 200 دول اللي كيعطيو الاطباء بزاف المرضى ديالهم، فهاد 200 دواء كنلقاو 100 عرض جانبي ولا افي انديزيغاب. في اسبانيا واحد الدراسه دات 996 دواء موجوده في السوق لقاو 1626 عرض جانبي. الاعراض الجانبيه ديال الادويه واحد الحاجه اللي ضروريه خصها تكون. علاش؟ لان اصلا الدواء فاش كياخذوا الانسان واخا واخذوا باش يعالج به واحد المرض معين، ولكن الدواء تيسير في الجسم كامل، ومادام يعني كيما تنقولوا ان كور اترونجي، يعني جسم اجنبي بالنسبه للجسم، فكيقدر يكون بعض التفاعلات مع الاعضاء ديال الجسم. الانسان كياخذ الدواء لغرض ما، الدواء كيدخل الجسم كيتحلل المواد الفعاله اللي فيه، الوظيفه ديالها هو انها كتعالج من المرض والمشكل الصحي، كتمشي مع الدم ومن ثم الاعضاء اللي باغين نعالجو. كاين واحد الخلط بين التاثيرات الجانبيه لي زيفي سيكوندير وبين التاثيرات السلبيه والغير مرغوب فيها لي زيفي انديزيراب. الدواء كيكون عنده واحد التاثير اولي اللي تيكون مهم، وتقدر تظهر تاثيرات اخرى اللي كنسموها تاثيرات ثانويه، اللي تقدر تكون اما سلبيه اما ايجابيه. في غالب الاحيان هي سلبيه، ولكن في بعض الحالات كيمكن تظهر تأثيرات إيجابية ثانوية إيجابية اللي هي كتأدي لاستعمال جديد الأدوية. مثلا واحد الدواء اللي تخترع باش نعالجوا ارتفاع الضغط الدموي تبين أن عنده واحد التأثير ثانوي اللي هو أنه كينوض الشعر اللي طاح. الدواء كيتفاعل مع الاعضاء ديال الانسان، يمكن الشخص بيبان عليه حتى اعراض جانبي، ولكن النتيجه تقدر تختلف مع شخص اخر. صحيح ان ابحاث كدار على الدواء قبل ما يخرج للسوق، والاعراض الجانبيه اللي بانت في هذه المرحله ديال الاختبار هي اللي كنلقاو في النشره الداخليه ولا لا نوتيس، ولكن كاين اعراض ما كيبانوش حتى كيتستعمل الدواء. وكاين هناك تاثيرات اللي ما تيمكنش نتنبؤوا بالظهور ديالها، مثلا التاثيرات اللي مرتبطه مثلا بالحساسيه، ما يمكنش نعرفوا شكون هذا الانسان اللي غادي يدير حساسيه لذاك الدواء. هاد الاعراض داره للدواء ولا لزيفي انديزيغاب الاسباب ديالها كثيره، قلنا ان التكوين ديال كل واحد فينا مختلف مع الاخر. كاين كذلك في بعض الحالات ان الانسان المريض كيقدر ياخذ اكثر من دواء، وهذا حتى هو عنده نتائج واعراض جانبيه. بزاف ديال الادويه
كتلقاها كتطور المعلومات اللي عليها. مثلا في خلال التسويق تيبان واحد الدواء مسوق هذه 10 سنين زدنا ليه في ذاك الجانب ديال لي زيفي انديزيرابل الاعراض الجانبيه واحد الحاجه بانت جديده نقدروا نزيدوا فيه واحد الحاجه بانت لان فاش تستعمل ذاك الدواء كان كيتستعمل مع دواء اخر سي سكون ابل تفاعل دوائي انتيراكسيون ميديكامونتوز كاين الدواء الا ما يضركش الا خديتيه بوحدو ولكن الا خديتيه مخلط مع واحد الدواء اخر لان الطبيب اخر خرج لك ذاك الدواء يعطي اعراض اخرى هذا الشيء ما كنعرفوش خلال التجارب ما كنعرفو حتى كيتسوق الدواء اذا هاد الاعراض الجانبيه اللي كتبان بعد التسويق هي اللي كتخلي ان ديك لا نوتيس اللي شتي كتطور كتلقى واحد الدواء معين هاد العام خرج فيه تزاد فيه عرض جانبي جديد لان كاين واحد المراقبه على المستوى العالمي. كاين امثله كثيره على ادويه التعامل ديال المختبرات معها تبدل ومع السنين استضافت لائحه الاعراض الجانبيه المعروفه اعراض اخرى مثلا لاسبيرين اليوم هي ما كتعطاش الاطفال اللي قل من 12 عام لانه بان بانها كتعرضهم للاخطار. يعني يمكن نقولوا ان اي دواء يمكن ليه يعطي تاثير جانبي او غير مرغوب فيه ولكن الطبيب ملي كيعطي واحد الدواء راه كيوزن بين اشنا هو البينيفيس واشنا هو لو ريسك يعني ان كنعرف ملي غنعطي هاد الدواء غادي يمكن يكون عنده واحد التاثير جانبي اللي هو مثلا يمكن اسهال يمكن ولكن بالجانب النفع اللي كيجيبو هاد الدواء تيكون كبير بزاف. عرض جانبي كيتعتبر انه كيتكرر عند المرضى اذا كان اكثر من 5% من عدد السكان بان عليهم مره الى 0.1 حتى ل 5% من عدد السكان بان عليهم قليل اذا كان 0.1% من عدد السكان بان عليهم. النشره الداخليه ديال الدواء كتبين كتعطينا فكره على الاستعمال الجيد للدواء وكاين فيها سرد التأثيرات الجانبية المعروفة إلا أن هناك جوج الحالات أولا ماشي ملي كنشوفوا داك التأثيرات معناها أنها غتوقع كتبقى احتمال أن يمكن تظهر وحدة من ديك التأثيرات. الانسان خصو يقرا مزيان النشره الداخليه ولا لا نوتيس ويعرف اش فيها لان الدواء مصاوب بالمواد الكيماويه وهاد المواد الكيماويه يمكن تكون عندها تاثيرات سلبيه على بعض الاعضاء في الجسم ديالنا. الطبيب المعالج خصو يكون متبع الحاله ديال المريض ديالو مزيان. ممكن ان نلاحظ اعراض جانبيه غير متوقعه وغير معلن عليها في الدراسات ولذلك هناك واحد التنسيق اللي تيتم ما بين الطبيب المعالج ومختبرات الأدوية أو السلطات المالية لإخبارها إذا تم هناك ملاحظة أي أعراض جانبية غير معلن عليها أو غير مسجلة يجب الإخبار بها كي تسجل فيما بعد. اذا مشيت عند طبيب خرج لي الدواء خديته ضرني هاد الدواء رجعت عند طبيب قلت لي بان هاد الدواء راه ضرني واش الطبيب فعلا كيعلم المختبرات والسلطات المعنيه كيخبرها بان الدواء الفلاني راه بان عليه عرض جانبي. الناس الان تلاحظوا بانه الاطباء ما تيعلنوش على الحالات علاش؟ لانه هناك خلل في المنظومه الصحيه ديالنا وبالتالي القطاع الخاص كله لا يعلن على الحالات المرضية الموجودة لديه لأنه ما كاينش بينه تنسيق بينه وبين الوزارة ما بين السلطات اللي مسؤولة عن الصحة ديال المواطنين وهذا خلل. حسب دكتور بنانين القطاع الخاص ما كيعلنش على الاعراض الجانبيه ديال الدواء لانه كما كيقول كاين مشاكل. حسب الارقام الموجوده القطاع الخاص فيه تقريبا 8000 طبيب وهادشي حسب الارقام ديال 2013. حتى المختبرات ديال صناعه الادويه مسؤوله على الدواء ديالها اللي كتسوق في السوق لان ما يسمى بالمسؤوليه الصيدلانيه واحد اللابوراتوار عنده واحد الدواء راه مسؤول يتبع يعني نقطه بنقطه واش داك الدواء كيعطي اعراض جانبيه باش يتبع هذا الدواء واش كيعطي اعراض جانبيه
خاص يحسس لي ديليغي ميديكو ديالو الناس ديالو اللي كيمشيو يشوفوا لي ميدسا باش يهضروا على هذا الجانب تيفورميوهم باش الا الطبيب مشى تهضر لك على واحد الحاله قال لك واحد المريض رجع عندي البارح راه عطيتي له داك الدواء اللي كنتي هضرتي لي عليه راه قال لي مثلا بلا قلبه تيضرب بزاف ولا ما نعسش الليله كامله لان تيحس براسو مثلا ما ماشي مزيان ولا خرجوا فيه الحبوب ولا 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 خص داك الديليغي يبلغ هذا الشيء للمختبر ديالو والمختبر ديالو الصيدلي المسؤول خص يبلغ هذا الشيء لوزاره الصحه وبهذه الطريقه تنطوروا المعلومات اللي كاينه على الاضرار اللي تقدر تبان الادويه. المغرب فيه 33 مصنع ديال الدواء نجاز في 2014 اكثر من 411 مليون بره فنيده قرعه سيرو الى اخره. هذا الانتاج كيلبي تقريبا 70% من الاحتياجات الداخليه. الاعراض الجانبيه فيها انواع التأثيرات الثانوية كيمكننا نقول بأنهما كاين نوعين. كاين واحد النوع اللي هو مرتبط بالميكانيزم ديال الدواء، يعني أن معنى هذا أنه كيكون عنده واحد الاحتمال الظهور اللي هو كبير، مثل أدوية الروماتيزم تتمس بالمعدة لأنك عندها تأثير على البروستاغلاندين اللي كتلعب دور في حماية المعدة. إذن يمكن ان الى كثرنا من الجرعات ولا استعملنا واحد المده طويله تبان تاثيرات اللي هي مرتبطه بالمعده. الدواء ديال الروماتيزم ولا البروده ديال العظام ولا الانفاس كما كنقولوا معروف عليه انه كيزيد في الحموضه ديال المعده ويمكن يضرها، وهذا هو الحال ديال كل الادويه اللي الدور ديالها هي محاربه كل انواع الالتهابات. الى خدينا مثلا الادويه اللي كثيره وكيستعملوها الناس بزاف هما الادويه تاع الالتهابات لي زينس، عارفين حنايا بما كيقدوا ياثروا على المعده. اولا الصيدلي كيقول للناس خذوا انفس الاكل باش ينقص من ديك الاعراض، اولا الا شاف هذوك الاعراض غادي تكون غتدوم كنعطوهم ادويه اخرى اللي كتقادهم الادويه اللي غادي تنقص من ديك لاسيديتي تاع المعده من ديك الحموضه ديال المعده وغادي تخلي الناس يخذوا دواهم كما وصفوا لهم الطبيب. الادويه كناخذوها كتدخل الجسم ديالنا وكتفاعل مع الاعضاء ديالنا سواء المريضه ولا الصحيحه وتقدر تضرنا، ولكن خاص العلاج وخاص الدواء يتخاذ، وهذا هو اللي كيسموه المختصين بالمعادله بين المخاطر والمنافع ولا بالفرنسيه لو رابور بينيفيس ريسك. بالنسبه لادويه السرطان مثلا كنعرفوا بان التاثيرات كبيره وزعما صعيب قبولها لو كان هاد الادويه كتستعمل في امراض عاديه ممكنش نقبلوا هاد استعمالها، ولكن ملي كتكون القضيه فيها حياه او موت تنقبلوا ان يكون واحد التاثيرات الجانبيه اللي هي كتكون مرتفعه نظرا لان المنفعه هي ان الحياه ديال الشخص اللي يمكننا ننقذه. الدواء كيدخل الجسم اكثر من طريقه، مثلا من الفم ولا بالبراواس ديال الدكان ولا الشوكه. الاعراض الجانبيه اللي قدر تبان على الدواء كتختلف. كاين الادويه اللي عارفينها كتقد تعطي حساسيه، وهذيك بعض المرات كاين الحالات اللي الطبيب بنفسه كيعطي تحليلات اولا كيدير شي فحوص باش يشوف واش هذاك المريض يقد يعطي داك الدواء اولا يبدلو بواحد اخر اللي ما غاديش يسبب له نفس الاعراض. الحساسيه هي بين اكثر الاعراض الجانبيه اللي كتبان بسبب الدواء، وحسب الارقام في العالم 40% من الاعراض الجانبيه ديال الدواء هي عباره عن حساسيه على مستوى الجلد. وكنعرفوا كاين الادويه بحال تاع الادويه النفسانيه كتقد تعطي القبط اولا كتقد تنشف الفم. كنحاولوا هاد الاعراض نعالجوها. عندنا كيفاش الناس اللي كياخذوا هاد الادويه ولا ميم فلاشيموثيرابي مثلا اللي غادي تسبب لهم دوك لي شامبينيون تاعب الفم، كنعطيوهم دي بان بوش اولا دي بريباراسيون التركيبات اللي كتقد تقاد هاد الامور. الاسباب ديال الاعراض الجانبيه ديال الدواء كثيره، مثلا بحال اللي سمعنا بحال التفاعل بين الادويه، ولكن كاين كذلك وهذا الشيء معروف عند الاطباء والصيادله
بسوء استخدام الأدوية بالفرنسية لو ميزوزاج. الميزوزاج هو الاستعمال غير جيد للأدوية أو استعمال أدوية ماشي في المرض اللي خصها تستعمل فيه بل استعمالات أخرى اللي ما عندها حتى علاقة بداك الاستعمال بداك الاستعمال في إطار الأمراض اللي خصها تستعمل فيها الدواء. الدواء باش يتخاد عنده شروط، نحترم الجرعة يعني شحال خصني ناخذ، وكذلك ما ناخذش دواء هو في الأصل مديور لمرض آخر ماشي باش كنعاني أنا. لاسبيرين الانسان اللي تا هو الا كثر منها تقط ديك الساعه ديال ايموراجي ديجستيف المعده ديالو كتبدا تسلب الدمايات، الدم ديالو كيولي جاري، وشي واحد اللي مريض بالقلب ولا هذا خطير بالنسبه له هذه المساله. الأمثلة كثيرة على سوء استعمال الدواء ولا الميزوزاج. في 2010 المنظمة العالمية للصحة OMS واحد التقرير قالت بأن 50% ديال الأدوية اللي كتباع هي أدوية ما كتستعملش لاش هي مصنوعة. واحد العدد ديال النساء كيلتجؤوا لواحد العدد ديال الأدوية باش ياخذوا الوزن باش يكبروا الوزن ديالهم. إذن هنا عندنا نوعين ديال التأثيرات. التأثيرات اللي مرتبطة باستعمال ديك الأدوية خارج النطاق الطبي وخارج النطاق اللي هو خصها اللي هي اللي هنا مديوره ليه، مثلا اخطر حاجه هو استعمال الكورتيكويد المشتقات القيشوريه اللي بعد فيها كيتباع ماشي حتى في الصيدليات، كيتباع في الاسواق بحال دردك استعمالها اللي هي في دي كورتيكويد. الكورتيكويد هي ادويه اللي هي مهمه جدا في علاج واحد العدد ديال الامراض، ولكن اللي عندها ايضا تاثيرات خطيره الا ما كانش تقنين ديال الشكل باش غتستعمل. هاد السنين الاخيره ولينا كنسمعوا بزاف على دردك وقرينا عليه كذلك كثير في الصحف على انتشار هذا النوع من الدواء اللي بالاستعمال ديالو النساء كيبغيو يزيدوا في الوزن ديالهم. هاد دردك ماشي نوع محدد من الادويه، باسم معين العديد من انواع ديال الكورتيكويد كتستعمل، الاخطار ديالو على الصحه كثيره وكثيره بزاف. دوك لي كورتيكويد كيسبو كيقدروا يوصلوا للديابيت مرض السكر، كيقدروا ياثروا على واحد لا غلاند سورينال اللي فوق الكلاوي، وكديك الساعه طول حياتهم خاصهم نعوضوهم بالادويه. كيقدروا ياثروا على العظام الهشاشه العظام. دردك كذلك يقدر يكون كورتيكويد بوحده ولا مخلط مع الادويه اللي كتفتح الشهيه، ولكن كذلك دردك هي ادويه كتستعمل الحيوانات بحال هرمونات النمو. الناس اللي كيبيعوا دردك كيستعملوا هذا النوع من الادويه وخلطوها مع ادويه اللي كتفتح الشهيه. رجعوا نتكلموا على استعمال الخطا ديال الكورتيكويد. كنقيلوا عندنا حرب مع الناس، الا خديتي لي كورتيكويد تاع الجلد كاين الناس اللي كيجيو ياخذوا لي بوماد كيقول لك باغيني بيادو. ها شنو هي ديك البيوديا اللي كي بيوديا خطيره حيت هي البشره ديالهم اللي غادي تضعف وكيبقى ينوض لهم الزغب، كيجيهم بحال سكون لي فيرجوتور اللي كيمشيو ما عمرهم ما يتحيدوا لهم. دونك كنحاولوا ننبهوا الناس بما هادوك لي كورتيكويد الجلد مهمين بالناس اللي عندهم الكزيما ولا عندهم السورياسيس، وكنعرفوا كيفاش نعطيوهم لهم وكيفاش ينقصوهم باش ينقصوهم تدريجيا باش ما يوقعش داك لي فيغوبون، وكننبهوهم بما خصهم يديروا انيكرون يمشيو الشمس ويستعملوهم غير المده اللي كان اللي وصفها الطبيب. الاعراض الجانبيه كما سمعنا كتكون معروفه، ولكن مع السنين ديال التسويق كتبان اعراض جانبيه اخرى من هذه الادويه كاين المضادات الحيويه ولا لي زانتيبيوتيك. باش نفهموا اكثر ناخذوا مثال ديال الانتيبيوتيك هما لي سيكلين. لي سيكلين اللي كانوا كيتعطاو للاطفال الصغار قبل ما داروا سنانهم، لاحظنا بما واحد الوقيته كالسنان كيوليو كحلين ديالهم وطول حياتهم كيبقاو قهوين ولا كحلين. هذاك الشيء باش جاو بغيروا ديك لي نوتيس ولاو مانعينهم الاطفال اللي باقيين عندهم السنان ديالهم اولا المراه اللي حامله حتى هي اللي خداتهم يقدر اللي غادي الولد يكون عنده سنان كحل. إذن الجنين يقدر يتأثر بفعل الأعراض الجانبية ديال الدواء. نزيدوا على هذا الشيء أن المرأة اللي كترضع حتى هي ما خصهاش تاخذ هذا النوع من لي زونتيبيوتيك اللي هما لي سيكلين، لأن الرضيع كيدوز ليه هاد لي زونتيبيوتيك مع الحليب والسنان ديالو يمكن يتأثروا. الأعراض الجانبية ديال الدواء كثيرة. كاين
كاين واحد الادويه اللي يوميا الناس كتستعملها وكتجي تطلبها وما كتحتاج الوصفه، كتقد تاثر حتى هي عند اعراض، غير الباراسيتامول اللي كيلق للراس او هذاك الا خداه بكثره يقد يخرج على الكبده يسبب في الموت بعض المرات. الباراسيتامول من الادويه اللي بان فيها مشاكل وكل الناس معناها الموت ديال بعض الناس بالفعل انهم خداو الباراسيتامول بشكل كثير وفي وقت قصير. الباراسيتامول فانيد اللي كيكشكش كيبدا المفعول ديالو من 15 دقيقه من التناول ديالو، فانيد ولا غبره من 30 حتى 60 دقيقه. وكاين بعض الاعراض اللي بالدواء ودواء بد كيتلاقاو، اما واحد كيطيح الفعاليه ديالو ولا كتطلع بمره وكتولي توكسيك. دونك هادو حتى هاد الحالات حتى هما كنحاولوا نحضيهم، حيت بعض المرات المريض كيمشي عند الطبيب ما عارفش ما كيعطيش المعلومات ولا كيغير الطبيب ديالو اللي ما عندوش الدوسي، وحنا كيجيو عندنا عارفينهم بما عندهم امراض اخرى وكنسولهم واش قلتي للطبيب عندك سكر، واش قلتي للطبيب عندك الكلاوي امراض، واش هذاك الشيء باش مهمين المهم هاد التكامل اللي كاين بين الطبيب والصيدلي وبين ضوء على اوتور على اوتور المريض. العلاقة بين الطبيب المريض والصيدلي مهمة بزاف. الطبيب كيعطي الدواء، الدواء يقدر يضر، الطبيب خاصو يعلم السلطات المسؤولة، الصيدلي كذلك كيرجعو عندو الناس باش يسفسرو ويسولو ويخبروه بأن الدواء اللي خداو ضرهم وبانت عليهم أعراض جانبية. في الحقيقة إلا جينا نشوفو راه الصيادلة خصهم يعلمو أكثر، حيت خصنا حتى هذيك اللي معروفة دوك الأعراض اللي معروفة خصنا نقولوها لهم المريض كيقولها لنا باش يعرفوا شحال هذاك كيفاش داك التاثير. كاين ستاتيستيكمون في المغرب واش كيف بحال في المغرب كيطرا في الدول الاخرى اولا المغربيين عندهم حساسيه اكثر في الادويه دي سنسيبيليتي ديفيرونت. الجهات المسؤوله على الاعراض الجانبيه ديال الدواء خاصها تعلم في حاله انه بان ضرر ديال الدواء. هادشي مهم بزاف لان هاد المعلومات كتسهل العمل ديال الصيادله الاطباء والمختبرات. في الحقيقه في هذا الميدان عندنا واحد التاخر كالبلد ديالنا، التبليغ من الاطباء والصيادله قليل بشكل اللي ممكن نقولوا خصو يتحسن. 2010 نعطيك واحد المثال، واحد الرقم بسيط اللي هو تيبين الدرجه اللي خصنا حنا ناخذوا هذا الموضوع بجديه. ففي 2010 حسبنا الحالات اللي تبلغت لوزاره الصحه من الاعراض الجانبيه من الادويه في المغرب، في 2010 تبلغت تقريبا 3000 حاله. فهاد الاعراض كاين الاعراض الخفيفه، كاين الاعراض المهمه المتوسطه، المهم اعراض جانبيه. تبلغت 3000 حاله، في ديك 3000 حاله يلاه 4% اللي جات من المختبرات والباقي جات مباشره من الاطباء والصيادله. كما سمعنا 3000 حاله في 2010، 4% من المختبرات والباقي من الصيادله والاطباء. في الواقع وحسب الاخصائيين اللي سولنا هاد الارقام يمكن تكون اكثر. جميع اختصاصيين في الصحة عنده ملزمين بالمساهمة في اليقظة الدوائية، يعني طبيب، الصيدلي، الممرض، المريض بنفسه والمختبر الصيدلي. لأن المختبر الصيدلي ملي كيعلن على واحد التأثير جانبي اللي هو وصلته يعني أخبر به من طرف مريض أو من طرف طبيب إلى آخره، ففي هذه الحالة إلى هو وصل الخبر اليقظه الدوائيه اللي هي مرتبطه بواحد الشبكه ديال المراكز ديال اليقظه الدوائيه على الصعيد العالمي، هنا المختبر كيحيد عليه المسؤوليه. في المغرب كاين واحد الجهه من الجهات المسؤوله على هذه المشاكل، هذه الجهه هي المركز الوطني لمحاربه التسمم. الاطر اللي فيه الاختصاصات ديالهم كثيره، الناس اللي كيلقاو مشاكل مع الدواء بحال انه كيبان عليهم اعراض جانبي يمكن يتصلوا بهذا المركز ويستفسروا على الحاله ديالهم. المركز كيقوم اولا بنصيحه يعني استاء النصح لهاد الناس، يعني كاين شي حالات غير من خلال الهاتف كيمكننا نعرفوهم على انه يمكن تشكل خطوره، دونك كننصحوا المريض يوقف هذاك الدواء ويرجع في اقرب اوقات لعند الطبيب ديالو، اما يرجع في نفس اليوم ولا بعد نوبات الى اتصلوا بالليل كنقولوا له لا غد ليه في الصباح يمشي في الساعه الاولى يمشي لعند الطبيب ديالو باش يقلبه وباش يشوف يعني يقيم داك الحاله
ويشوف واش خاصو ما كاين مشكل يستمر ولا يبدل هذاك الدواء ولا يحبسوا له كاع خطرا زعما في نهائيا. الدواء كيقدر يضر وكتبان على المريض اعراض جانبيه، المريض خاصو يبلغ اما الطبيب اما الصيدلي اما المركز الوطني لمحاربه التسمم. هذه المعلومات مهمه لتفادي المشاكل. كذلك المركز كيتصلوا به مهني الصحه يعني اطباء وكاين مختصين، هذا كيكونوا اسئله دقيقه على شي ادويه عطاو شي اعراض وهما يعني هذيك الادويه يعني بحال اللي كنقولوا مهمين بزاف للمريض، خصوصا كنهضروا هنا في حاله مثلا واحد الانسان اللي عنده ادويه بزاف وكيدير واحد العرض واحد الاثر ضار وكيعيطوا لنا هذاك الله يخليك راه هذا المريض كياخذ هاد لا ليست ديال هاد الادويه. دابا قولوا لنا شكون فيهم اللي كيعطي هاد الاثر ضار بزاف وحنايا ما يمكنناش نوقفوا هذا وهذا وهذا، شكون اللي زعما اللي خاصنا نوقفوا والاخرين يمكن لهم يستمروا. اشعار المركز بعرض جانبي مهم لان هذه المعلومات كتجمع المركز مع السنين ولات عنده بنك معلومات مفتوح قدام مهني الصحه. اش اخر كيدار في هذا الموضوع ديال الاعراض الجانبيه هنا في المركز؟ المركز كيقوم يعني بقياس كميه الدواء في الدم عبر المختبر ديالنا. كاين شي ادويه مزمنه اللي عندهم كنسميوها حنا واحد لافورشيت ثيرابوتيك، يعني كيخصو في الدم ما ينقش على واحد المقدار وما يزيدش على واحد المقدار واحد اخر، دونك كيبقى الطبيب كيزيد وينقص حتى يجبر الجرعه يعني الكافيه افيكاس، وهذا وكيتعاون بقياس داك الدواء كيقيسو في الدم. والمركز كيحتوي على واحد يعني المختبر اللي كيمكن يساعد مهني الصحه باش يعملوا هاد القياس. شكون كذلك كيخدم على الاعراض الجانبيه ديال الدواء؟ كاين الجامعات ديال الطب والصيدله بحال اللي في الدار البيضاء، التكوين ديالهم الطلبه كيخدموا على الاعراض الجانبيه ديال الدواء، وهاد الحصه مخصصه لهذا الموضوع. حنايا كطلبه في سيرفيس ديال الفارماكولوجي الدور ديالنا شنو هو؟ كنخرجوا في البدايه ديال الاسبوع كنخرجوا كنمشيو لي زوتر سيرفيس في سي اتش يو، كنهضروا على لي سيرفيس كنهضروا مع لي ريزيدون كنشوفوا لي بروفيسور الا كانوا، كنسولهم على دي زيفي انديزيرابل ولا اعراض جانبيه الا كان شي مريض بريزونت ظهرات عنده بانت عنده في السيرفيس. علاش حنا كنديروا هذا الشيء؟ حيت هما ما تيجيوش عندنا يخبرونا دوك لي زيفي انديزيرابل، ما تيجيش الطبيب يقول لك راه بان عندنا واحد لي في انديزيرابل لهاد الدواء لهذا. في هذه الحصه مع الاساتذه ديالهم الطلبه كيعرضوا الحالات ديال الاعراض الجانبيه للدواء اللي لقاو في المستشفيات وكيناقشوها في هذه الحصه مع الاساتذه ديالهم. نهار الاثنين تنجي تيقول لي سير قلبي على في انديزيرابل، كنمشي للدوت سيرفيس، نقدر نمشي للدغماتو، نقدر نمشي للبيدياتري، نقدر في كل مره وشنو. تمشي تلقى شي كنمشي عند نسول لي ميدسان نقول لهم واش عندكم شي افي انديزيرابل في هذا لو سيرفيس. باغ اكزومبل ديك المره مشيت للبيدياتري قال لي وي عندنا واحد لونفون ايبيليبتيك وسيري شوفيه راه عنده افي انديزيرابل. مشيت شفتو لقيتو هو دابا الى ايبيليبتيك صافي داء الصرع عنده، لقيتو عنده دي زيريتام يعني دي تاش في اللحم ديالو ايتو، دونك سي بلو غاف كو داك الداء الصرع اللي هو اصلا كيتريتي فيه اصلا. صافي دونك كنجيب لوبسيرفاسيون من عند لو ميدسان اللي مكلف به اللي في سيرفيس دو بيدياتري، تنجيبو للسيرفيس دو فارماكولوجي ونهار الجمعه اون ديسكوت في انستاف مع لي بروفيسور ديالنا. في التكوين ديالهم الطلبه في هذا الموضوع ديال التاثيرات ديال الدواء عندهم حصص ديال الاشغال التطبيقيه في المختبر كيشتغلوا على حيوانات. نوتر رول ايسي سي دو فوار. الدور ديالنا هو اننا نعرفوا فاش من مستوى كتبان هذه الاعراض الجانبيه ديال الدواء عند الحيوان. الخدمه ديالنا عندنا بزاف ديال المراحل.
بريكلينيك سيتادير بوندون لو ديفلوبمون فيها تسمم من كيكون الدواء باقي ما خرجش للسوق. خاصكم تعرفوا بان العديد من الادويه ما كتوصلش للمرحله ديال التسويق والاستعمال عند الانسان لانه ملي كنقوموا بالتجربه ديالهم في مختبرات بحال هذا اللي حنا فيه على الاعراض الجانبيه غادي يبان بانهم مسمومين وفيهم بزاف المشاكل وما عمرهم غادي يكونوا ادويه كتباع. الادويه اللي غادي يبان بانه ما فيهاش مشكل ديال التسمم غادي تمر بمرحله اخرى واش كتعالج ولا لا، وغادي نشوفوا واش كتسبب في اعراض جانبيه لا فاز بريكلينيك اي لا اون بلوس ديتوديي جو في با رونتري دون لي ديتاي دو لورز ايفي ثيرابوتيك اون فا اتر فيجيلون كونتا لورز ايفي سيكوندير. تقرير دار في 2010 في المركز الاستشفائي ابن رشد في الدار البيضاء بين بان في الشهر الاولى من هذه السنه تسجلت 182 حاله اعراض جانبي. الاعمار ديال هاد الناس كتراوح بين شهرين و85 عام. اش كيقول القانون في هذا الشيء؟ لا فارماكو فيجيلونس او ماروك ني با او سي با اونكور انكادري. اليقظه الدوائيه في المغرب باقا ما مأطرش بقانون اللي كاين هو منشور. كتعرفوا بان المنشور ما عندوش القوه ديال القانون. كنظن بان الوزاره المسؤوله في المستقبل غادية تزيد في القانون واحد الفقره خاصه باليقظه الدوائيه باش اليقظه الدوائيه في المغرب تنظم بحال اش جاري في الدول الاخرى. بور كيل سوا اورغانيزي ا لانستار كوم سولا ايت اورغانيزي دون لي زوتر بي. الادويه اللي بانت فيها اعراض جانبيه في هذا التقرير كنلقاو الاولين هما المضادات الحيويه 36.8%، علاج الاورام 30.2%، ادويه الجهاز العصبي 16%. لو ميديكامون سوا ديجا كوميرسياليزي لا بروبابيليتي الدواء كيتسوق. وهنا فين كتبان اهميه اليقظه الدوائيه، الدور ديالها مهم كبير. الاعراض الجانبيه اللي ما كتبانش في مرحله الاختبار تقدر تظهر. هذا الشيء علاش النشر الداخلي ديال الدواء على المستوى الوطني ولا في المركز الدولي لليقظه الدوائيه كتغير مع ظهور اعراض جانبيه، وكذلك ان الانذار كيتعطى باش هذا الدواء اللي فيه مشكل يتحيد من الصيدليات. تقرر بين كذلك بان من الادويه اللي كانت السبب في اعراض جانبيه كاينه المسكنات. هذا النوع من الادويه في 182 حاله اللي تكلمنا عليها 7.6% منهم كانت المسكنات هي سبب ظهور اعراض جانبيه. دون لا فاز اكسبيريمونتال نو ريشيرشون بيان سور سي زيفي اي اون ريشيرش ايفونتويلمون دي. كنقلبوا على الاعراض الجانبيه اللي معروفه وكنقلبوا كذلك على اعراض جانبيه ما بانش في مرحله التجربه ديال الدواء. باش نديروا هذا الشيء كنستعملوا تقنيات بسيطه بحال اللي كنسميو الجرعه والتاثير. كنبداو بالدواء الوهمي وكنبداو نزيدوا في الجرعه حتى كيبدأ يبان الاعراض الجانبيه، وغادي نشروا هاد النتائج في المجلات المختصه باش الناس المختصين في العالم يتعرفوا على هاد الاعراض الجانبيه. التقرير اللي دار في 2010 بين كذلك درجة الخطورة ديال الأعراض الجانبية في هاد 182 حالة اللي تسجلت في الشهور الأولى ديال هاد السنة. 33% دخلوا السبيطار، 31.8% تمدد لهم مدة الاستشفاء. أولا يجب على الوزارة أننا نجلسوا معها. الآن الوزارة لا تحاور تتحاور لأطباء لا حتى واحد رافض الحوار. تيخصها تجلس ونتحاور وتسمع الاقتراحات اللي نقدموا لها، وبالتالي دير واحد الدوريه واللي ترسلها لجميع الاطباء وتعطيهم نموذج كيف يصرحوا اولا بالامراض اللي تيشوفوا عنده وتسهل المسطره. والان ممكن انه تكون سهوله في التواصل عبر الانترنت. يمكن لنا نفتحوا باب ديال الانترنت بالتواصل عبر الانترنت، واي طبيب ياخذ دقيقه او دقيقتين باش يصرح بحاله مرضيه معينه أو بأعراض جانبية لأي دواء هذه الأعراض التي لاحظها في العيادة ديالو. شحال كيكلف عرض جانبي واحد بالاستشفاء تشخيص تحقيق وتصحيح؟ حسب تقرير ديال 2010 المتوسط ديال الكلفة تقريبا 2000 درهم، الحد الأقصى 16000 درهم. لحد الآن ناقصين قوانين في اليقظة الدوائية باقي ما خرجوش. مثلا اللجنة اللي خصها في الوزارة الصحة تكون مسؤولة باش تاخذ قرارات ويكون فيها خبراء، مازال القوانين التطبيقية ديالها مازال ما خرجتش. لا كوميسيون ناسيونال دو فارماكو فيجيلونس، واخا القانون لا لوا 1704 اللي خرجت في 2006 اللي كتقنن هذا الجانب ديال صناعة الأدوية وديال الدواء وديال الترخيص بالدواء، قال بلا أن غادي مع
نعطيو المعايير ديال الخبراء اللي غيكونوا في هذه اللجنه باش القرارات تكون صائبه وتكون سليمه ويتنخل القرار في الوقت، ماشي غنخليو الدواء كيتباع لان ما كاينش بزاف المعلومات. خصنا نكونوا دائما حاضرين، هذا الشيء ناقص التقنين ديالو. بعض الادويه بان فيها خطوره وقتلت الناس، احسن مثال هو الميدياتور اللي قتل في فرنسا بين 500 حتى 1000 شخص. هذا الشيء طرا مع العلم ان فرنسا فيها قانون كيأثر هذا المشكل ديال الاعراض الجانبيه. في المغرب كاين قانون كيأثر بخصوص الناس اللي كيوهبوا نفسهم العلم باش دار عليهم تجارب بحال الدواء. هذا القانون كيشير بدقة كيفاش خصها تجمع المعلومات على الأعراض الجانبية وكيفاش تبلغ عليها، وكنظن هذه بداية. حاجة أخرى من قانون آخر كيقوي اليقظة الدوائية في بلادنا وبطريقة مباشرة، مرسوم خرج الوجود ومنشور ديال التطبيق لأنه كامل، هو التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة. كاين قوانين موجودة ولا يلاه خرجات الوجود اللي كتأثر هذا المشكل ديال الأعراض الجانبية. نرجعو نتكلموا على شكون كيبلغ شكون ما كيبلغش على الأعراض الجانبية والمشاكل اللي يمكن تكون. كل الإحصائيات الموجودة في وزارة الصحة هي تعتمد فقط على الحالات المرضية الموجودة في المستشفى العمومي وليس في القطاع الخاص، وهذا خطأ لأنه أولا تتقصي 50% ديال الأطباء المغاربة اللي هما في القطاع الخاص، ثانيا واللي هما تقريبا تيعالجوا أكثر من 80% ديال الحالات المرضية الموجودة في المغرب. 50% ديال الأطباء في القطاع الخاص كيعالجوا 80% من الساكنة ديال المغرب حسب الخبراء اللي سولنا، أرقام صحيحة الأعراض الجانبية بدقة ما موجوداش، إذا أشنو هما الحلول؟ أون بارتيكولي أسكيلي دي سونتر خاص يكونوا مراكز جهوية ديال اليقظة الدوائية، خاص اليقظة الدوائية دار في المستشفى ماشي بالهاتف، لأن الناس اللي كيديروا اليقظة الدوائية خاصهم يجمعوا المعلومات مباشرة مع هاد المرضى، وتكون هاد المراكز مجهزة وفيها الأطر وعندها ميزانية، وماشي هادشي اللي كاين دابا. الأطباء المكونين في اليقظة الدوائية خاصهم يتعينوا في هذه المراكز، ولكن للأسف هذا الشيء ما كاينش، لأن الأطباء إذا كانوا مكونين وحنا الوحيدين في المغرب اللي كنكونوا الأطباء المتخصصين في اليقظة الدوائية وتكوين فيها 4 سنوات، هاد الأطباء في أغلب الأحيان كيشتغلوا في مناصب ووظائف ما عندها حتى علاقة بقرايتهم. dans la pharmacovigilance et dans les disons la pharmacologie clinique et ces médecins sont souvent affectés dans des endroits. وهذه نقطة خاصها تناقش باش نلقاو الحل. Il y a ici un point à discuter pour redresser cette situation. الحلول كتبدا اذا بالتكوين ديال الاطباء متخصصين في اليقظة الدوائية، وهما اللي غاديين يتبعوا في المستشفيات والمراكز اللي سمعنا حالات الاعراض الجانبية. نزيدوا ونسمعوا اش يمكن يدير في هذا الموضوع اللي هو الاعراض الجانبية للدواء. اللي كنطالبوا حنا في الهيئة وهو ان جميع المختبرات يكون عندها مسؤول ديال اليقظة الدوائية اللي تقدر تهضر معاه في حالة الا طرا شي مشكل، واللي خصو يتبع ذاك الحالة اللي غتوصل ليه، واللي خصو ديك الحالة يدرسها باش يوصلها لوزارة الصحة بطريقة شفافة، واللي خصو يتكلف باش يكون لي ديليغي ميديكو اللي تيفرقوا اللي تيمشيو تيبريزونتيو الدواء عند الميديسان، خص يفورميهم بعدا خصهم يفهموا ويقتنعوا قبل لا يمشيو عند الطبيب وعند الصيدلي باش الا هضر لهم على ذاك الموضوع ما يحسبوش بلا جانب سلبي للدواء ديالو. على المشكل ديال الاطباء المتخصصين في اليقظه الدوائيه والمراكز اللي خصها تخلق، كاين مشكل ديال المختبرات والمندوبين الطبيين ولا لي ديليغي ميديكو والتكوين ديالهم في اليقظه الدوائيه. والمختبرات كلها كتوفر على خلايا ديال اليقظه الدوائيه، يعني كاين واحد الشخص اللي هو الدور ديالو هو تتبع ديال هاد التاثيرات الجانبيه اللي يمكن تجي من المرضى او من الاطباء الى اخره، والدور ديالو ان ديك التاثيرات يوصلها لمركز اليقظه الدوائيه.
الدواء كتصنعوا مختبرات، هاد المختبرات الطبيب الصيدلي المريض الى اخره كيبلغوها على الاعراض الجانبيه، بحال التقرير ديال 2010 اللي تكلمنا عليه قال بان الاصابات كتمس العديد من الاعضاء بحال الكبده، الجهاز الهضمي، الدم، الغدد والجلد. اليوم الى شفنا كاين واحد عدد المختبرات ما فيهمش واحد المديريه لا ديريكسيون ميديكال، كتلقى دي لابوغاتوار، يعني حتى الا انا خديت واحد الدواء وضرني انا مواطن ومشيت عند الطبيب، الا اتصلت بذاك اللابوراتوار ما عنديش معاه من نهضر. نورمالمون خص يكون اي لابوراتوار يكون عنده ان ميديسان ولا ان فارماسيان مختص في هذا الشيء، هو اللي مسؤول على هذه المواضيع. تكلمنا قبيلة على الاخطاء اللي كدار في استعمال الدواء، تكلمنا على الميزوزاج، ما كنعرفش الجرعه وما كنستعملش الدواء استعمال صحيح، كناخذو ماشي المرض اللي هو مصنوع باش يعالج. كاين كذلك واحد المشكل اللي هو الطبيب الذاتي ولا لوطو ميديكاسيون، ضرني راسي كنمشي عند الفارماسيان وكنطلب منه يعطيني الدواء الفلاني. عندنا ادويه كتتعطى في الصيدليات خصها تتعطى بالاوردونونس، خص ولكن فاش كتهضر مع الصيادله تيقول لك السيد ما فحالوش ضروري نعطيه شي حاجه، لان الا ما عطيت والو ما غيمشيش عند الطبيب، تتلقى يعني حتى كل شيء مشبك كما تنقولوا، ولكن النتيجه وهو ان في بعض الحالات تيبانوا لنا اعراض لان الدواء مستعمل بطريقه غير قانونيه، ماشي مستعمل كما خصو يتستعمل. وكاين حتى اللي ما تيعاونش وهو الانالفابيتيزم، الناس ما قاريهاش، حتى الا عطيتي المعلومات اللي كاينين في لا نوتيس مثلا اللي كتقول بلي هذا الدواء ما تيستعملش مثلا عند المراه الحامل، ما تيستعملش عند المريض اللي عنده نقص في الكلي، ولكن كتلقى بنادم كيستعملو لان ما عارفش لان ما قاريش. هذه يعني اسباب عميقه، ولكن نبداو بالمسائل اللي حنا قادين عليها اللي هي نعطيو معلومات. كانت عندنا اسئله كثيره في هذا الموضوع، اتصلنا بشخص مسؤول على هذا الشيء، قالنا مرحبا، صيفطنا ليه الاسئله اللي بغينا على إجابة ديالو، حددنا معاه موعد باش نسجلوا معاه، ولكن نهار التسجيل ما كانش موجود والسكرتيره ديالو قالت لنا بانه مشغول. عيطنا ليه في التليفون العديد من المرات ولكن لا جواب للهاتف ديالنا والاسئله اللي عندنا، مع العلم انه في الرسائل الهاتفيه والالكترونيه قال لنا مرحبا. ما غاديش نوقفوا على هذا الشيء، اشنو هو المعمول في الممارسه اليوميه ديالنا مع الدواء باش نتفاداو هذه المشاكل؟ اللي كنفضل احسن هو استشاره طبيه. علاش؟ لان كاين واحد الخبير اللي هو تيعرف التشخيص ديال الدواء، كيشخص ديال المرض وتيعرف ان الدواء اللي صالح، ثم ان كاين مستوى ثاني بالنسبه لواحد القائمه ديال الادويه، ماشي بالنسبه لجميع الادويه، لان الاستشاره الطبيه طبيب يمكن ليه يستعمل اي دواء. بالنسبه للاستشاره الصيدليه او الكونسي فارماسيوتيك كاين واحد اللائحه ديال الادويه اللي يمكن ليها تعطى بدون طبيب، ومعروفه محدوده ومعروفه اللي الصيدلي كيخدم بها. غير هذا ما يسمى بلوتو ميديكاسيون سوفاج، اي استعمال ذاتي العشوائي، لان جاري قال لي انا استعملت هذا الدواء وصلح لي، هذا مسائل اللي خطيره. دراسة دارت في فرنسا بينات ان تقريبا 75% من الفرنسيين كياخذوا الدواء بلا استشاره طبيه، وبالاخص كما سمعنا ادويه كتباع في الصيدليه ما محتاجاش لهذه الاستشاره الطبيه. حنا في المغرب ارقام دقيقه ما موجوداش. اي دواء عنده واحد مدة صلاحية اللي ما خصهاش تفوت. ثم ان كاين قضية ثانية، ان واخا داك الدواء مازال الصلاحية ديالو كاينة، راه ملي كنحل العلاب مثلا السيرو ولا القطرات العينين، راه عندهم واحد المدة محدودة، ان يمكننا مثلا قطرة العينين واحد الا حلينا فلاكون راه عندنا 15 يوم نستعملو، واخا باقي فيه خصنا نلوحوه، واخا مكتوبة فيه بان مدة الصلاحية حتى العام 2016، هذا ما كيمنعش انه حلينا لو فلاكون، معناه ان داك الدواء عند واحد المده اللي من بعدها غادي يفسد. نلطوا البال ايضا البلاصه اللي كنديروا فيها الادويه، الاغلبيه ديال الناس كيديروها في الحمام صال دو بان، وحنا كنعرفوا بان الادويه هي كاين كتاثر بسبب سخونيه وبسبب الرطوبه، والحمام هو محل الرطوبه فيه مرتفعه واللي السخونيه كتكون فيه مرتفعه، اذا ماشي هو احسن مكان اللي يمكننا نديروا فيه الدواء.
الطريقه ديال التعامل ديالنا مع الدواء مهمه. شحال من واحد فينا حل قرعه ديال السيرو استعملها وسدها ومن بعد اسابيع ولا اشهر عاود استعملها، لانه بالنسبه لي الاجل ديال الدواء باقي ما سالاش، وهذا كما سمعنا خطا. ثم ان كاين المشكل اللي هو خطير واللي حتى اليوم هذا، ان حنا ملي كان واحد الدواء كنلوحوه كنجيو كنلوحوه يمكن خويه في لافابو، معنى هذا انه راه كندخلوه هنا كاين تاثيرات ايكولوجيه اللي هي خطيره. يعني كان مكان اللي غير صالح، اولا كنلوحوه في سطل الزبل، اللي هما ربما من بعد كاين الناس اللي كيدوزوا على سطولات الزبل ويبداو يجبدوا. الاعراض الجانبيه للدواء مشكل، الطريق صحيح وهادشي حسب الخبراء اللي شاركوا معنا في هذه الحلقه باش نواجهوا هذا المشكل، هو تبليغ الجهات المسؤوله. كاين مسائل مثلا عندها العلاقه مع الضمير ديال بنادم، اي واحد كان في علم وشي حاجه خصو يبلغ، خصو ياخذ الوقت، لان حتى هادشي تياخذ الوقت. شي خطرات كتاخذ مع داك، تقدر تهضر مع واحد الطبيب معين تقول له علاش مثلا الا جاتك واحد الحاله ما كتبلغهاش سيستيماتيكمون وتاخذ الوقت، لان فعلا خصو ياخذ الوقت داك الطبيب، خصو يبقى واحد ربع ساعه ولا نص ساعه باش يعمر واحد لو فورمولير، باش يتصل باللابوراتوار، باش يسول المريض، يقول له المريض يرجع عنده باش يتبعوا كيفاش تحسن ولا كيفاش ما تحسنش، ياخذ مثلا لي باراميتر بيولوجيك ديالو، الا كان عنده مشكل الكبد ولا مشكل شي حاجه معينه خصو يعني يدير معاه ابحاث. هذا الشيء دي فوا ماشي كل شيء تياخذوا الوقت ديال لي بروفيسيونيل دو سونتي باش يديروا كاع هاد التحريات. الاعراض الجانبيه مشكل على الصعيد العالمي، في الولايات المتحده الامريكيه هي رابع سبب في الوفيات. في بعض البلدان الاعراض الجانبيه ديال الدواء هي سبب دخول المستشفى، مثلا في النرويج هذه النسبه هي 11.5%، في انجلترا 16%. الاعراض الجانبيه كتقتل، في فرنسا مثلا وحسب الارقام كتقول بانه سنويا 18000 شخص كيموتوا بسبب الاعراض الجانبيه. فهاد الحلقه سمعنا لبعض الاسباب ديالها، المشاكل اللي تكلم عليها الخبراء، سمعنا الحلول. الدواء مهم ولكن الاهم الطريقه ديالنا التعامل ديالنا معاه. الحلقه ديالنا انتهت، الموعد ديالنا من هنا الشهر باش نتعرفوا على مواضيع جديده كتهمنا كمستهلكين. الى اللقاء.